مرحبا، هذه ابنة أخي الصغيرة ليلى. أنا وشمس نعتني بها حتى تعود أمها. انظروا إنها نائمة، يجب أن لا نصدر أي صوت عال كي لا نزعج ليلى فتستيقظ، صحيح يا راشد؟ هذا صحيح يا شمس، الأطفال الصغار يحتاجون للنوم كثيرا، وإذا أيقظنا ليلى الصغيرة قد تنزعج وتبكي. لذا كلمة اليوم هي هدوء. هدوء، هذا يعني لا للضجيج ولا للصوت العالي، وإلا سوف نزعج الطفلة ونوقظها. أين الجميع؟ حان وقت اللعب. يا السلام. نعمان، هدوء. لماذا يا شمس؟ ماذا يحصل؟ تعال معي وسأريك، ولكن بهدوء. طفلة صغيرة نائمة. إنها جميلة جدا. هذه ابنة أخي ليلى، أنا أعتني بها بينما تأخذ قيلولتها. وأنا أساعد، هل تريد أن تساعدنا أيضا؟ طبعا يا شمس. طبعا يا شمس، ماذا أفعل؟ ساعدني في تحذير الجميع من أصدار الأصوات العالية أو الضجيج، لأن ذلك سيوقظ ليلى فتنزعج وتبكي. هذا مهم جدا يا شمس، كيف أفعل ذلك؟ وجدتها، سنكون نحن دورية مراقبة الضجيج. دورية مراقبة الضجيج؟ سنقوم بمراقبة الجميع في الحديقة للتأكد من عدم إصدارهم أصوات عالية قد تزعج ليلى وتوقظها. فكرة رائعة. فكرة رائعة يا شمس. مراقب الضجيج نعمان جاهز للعمل. مراقبة الضجيج شمس جاهزة للعمل. هيا بنا. يوم جميل، هواء عليل. مرحبا نعمان. أهلا ملسون. مرحبا يا مراقبة الضجيج نعمان، هل كل شيء على ما يرام؟ نعم يا مراقبة الضجيج شمس، استمعي معي. هدوء. بعض من أصدقائنا يقرؤون الكتب وهم يجلسون على المقعد، والبعض الآخر يأكلون، والبعض الآخر يلعبون. مرحبا نعمان. أهلا أهلا قرب. مرحبا شمس. أهلا، يوم جميل بوجودي. أنا أتدرب على الضرب على الدف. صوته سيوقظ الطفلة. هذا الشيء الصغير لا يصدر أي ضجيج، ولكن إذا كنتما مصرين يمكنني التمرن فيما بعد، بالإضافة إلى أن وقت الغداء قد حان. ولكن ملسون، ملسون. إنه وقت تمرين الرياضة للدجاجات، وأنا وبكل فخر المدرب. هيا بنا أيتها الدجاجات، هيا بنا هيا بنا. ولكن يا ملسون. ماذا نفعل يا شمس؟ ما
غرغور، فعلتها ثانية واستطعت أن أعيد الهدوء. هناك دائما من يعكر صفاء الجو الهادئ. إنه وقت الغداء على أي حال. نحن آسفين جدا يا راشد. أحيانا يكون من الصعب المحافظة على الهدوء في هذا المكان. لا عليكما، ستعود ليلى للنوم مرة أخرى. ما رأيكما أن نغني لها أغنية؟ أغنية هدهدة جميلة. يا سلام. زاد الأطفال بنتا حلوة تدعى ليلى. ليلى ليلى يدها ناعمة كالمخمل أو كالفروة. ليلى ليلى تبدو أجمل من بدر الليل إذا أقبل. ليلى ليلى تبدو أجمل من بدر الليل إذا أقبل. ليلى ليلى لا سن لها في مبسمها لكن حلوة حلوة حلوة. تصحو وتناغي والدها فيقول لها كخة كخة. تحضنها الأم تداعبها وتقول لها كخة كخة. تحضنها الأم تداعبها وتقول لها كخة كخة. ما أجملها حين تناغي وتقول لنا زاد الأطفال بنتا حلوة تدعى ليلى. ليلى ليلى 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 راشد راشد شش هدوء. ليس هناك أفضل من لحن موسيقي موزون وصوت شجي حنون لكي تخفو الطفلة ليلى وتنام ملء الجفون. ما الفرق بين الصوت المرتفع والصوت المنخفض؟ صوت العالي مزعج، صوت الواطي حلو. صوت العالي تسمع كل مكان مثل الأذان مثل الأسد. مثل الأسد لما صارخ. الفرق الصوت العالي مزعج والواطي هادئ. الصوت العالي هو لأنه يسمع، والصوت الواطي هو شوية يعني ما نسمع وايد. ما هو الصوت المرتفع وما هو الصوت المنخفض؟ الصوت العالي صراخ، والصوت الواطي نتكلم في خفة. صوت العالي صريخ، صوت الواطي الهدوء. صوت العالي ها، صوت الواطي صوت العالي ها، صوت الواطي بس بس. هل تحب أن يكون صوتك مرتفعا أو منخفضا؟ أحب أن يكون صوتي واطي واطي عشان ما نزعج الناس. واطي عالي صوتي العالي واطي. ما الآلة الموسيقية التي صوتها مرتفع؟ الطبلة، الجيتار، الطبل والبيانو. الطبل طبل الطبلة. أي من الحيوانات صوتها مرتفع وأي من الحيوانات صوتها منخفض؟ العالي الأسد والنمر، والصوت الواطي نملة. الأسد صوت عالي، الواطي مثل الأرنب مثل السلحفاة مثل الإنسان. متى يكون صوتك مرتفعاً ومتى يكون صوتك منخفضاً؟ لما نومي قاعدة صوتنا عالي، لما نومي نايمة صوتنا واطي. ما صارخ إلا بيتنا عشان الناس ما تسمعنا. شنو؟ يعني مثل بيتنا هم نايمين ما في غير أنا وأخوي جاسر، أكلمهم صوت واطي.
لما الواحد يتكلم أنا أسكت وأخلي صوتي واطي، في المدرسة أخلي صوتي عالي. أهلاً أهلاً يا أصدقائي، أهلاً بعودتكم. ماذا سنفعل؟ ها؟ أنا أعرف. دن 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 العطرة وارسم على وجهك بسمة. يا سلام، ها قد جاء الآن، معه يصبح يومك رائعا حلوا سعيد. سوف تمرح سوف تلعب، إنه شيء أكيد ليس صعبا أبدا، سوف تلقى أحدا حينها تجعل يوما ممتعا جدا سعيد ومليان بالفرح وسرور ومرح ومرح. انظر من حولك مرة والق تحيتك العطرة وارسم على وجهك بسمة. يا سلام، ها قد جاء الآن، معه يصبح يومك رائعا حلوا سعيد. سوف تمرح سوف تلعب، إنه شيء أكيد. ماذا وجدت؟ انظر إلى هذا، إنها صورة قديمة لنا منذ وقت طويل. أنيس، أجل أجل، أليست القمصان التي نرتديها ظريفة؟ انظر إلى هاتين القبعتين الظريفتين. أجل، أتعلم باد؟ هناك المزيد. ماذا؟ أجل، أنا لم أعثر على الصورة فحسب، وجدت شيئا آخر. ترى، إنه القميص الذي كنت أرتديه في الصورة. لكن ليس ذلك فقط، وجدت هذا، سوف تحبه. ماذا؟ ما هو؟ قبعتك الموجودة في الصورة، أليس رائعاً؟ أجل، ارتديها من أجل الذكريات. أنيس، أنت لا تتوقع مني حقاً أن يا إلهي، يبدو أن هذا القميص أصبح صغيراً جداً. انتظر، أظن بأن أحدهم غسل هذه الأشياء مما جعلها تنكمش. أنيس، أجل. الملابس لم تنكمش، نحن أصبحنا أكبر حجماً. يا إلهي، هذا صحيح؟ هذا الطبيعي أنيس، الجميع يكبرون ويتغيرون. أجل، أنت محق بدر، لكن هناك شيء واحد لن يتغير. وما هو؟ سنظل أنا وأنت صديقين دائما. أجل، أجل. لمستك، دورك. ماذا؟ عد إلى هنا بدر، عد. يا إلهي، عودي إلى هنا هويدا. يريد أن يعرف كم كبرت هويدا وحسب. يا إلهي، لا تحاول قياس دراجة أبدا. هويدا أرجوك. مرحباً، أنا الأستاذ غرغور، وقد جئت لأخبركم عن شيء بداخلنا يساعدنا في الحفاظ على الليونة السامنة. هكذا، وهذا الشيء يدعى الشجرة. أجل، الشجرة. أرجو المعذرة أستاذ. أرجوك، أحاول تقديم معلومة مهمة هنا. أنا آسفة أستاذ، لكن هذه الأشياء الموجودة بداخلنا ليست أشجاراً. حسناً، أسألك إذن، ما الذي يحافظ على مرونة أجسامنا؟ هكذا. تسمى هذه الأشياء عظاماً. عظاماً؟ عظاماً؟
أجل عظاماً، أنا أعرف كل شيء عنها. حسناً، أنا واثقة بأنك تعرف بأن العظام بداخلنا تساعد على الحفاظ على تماسك أجسادنا كما ترى في هذه الصورة التي تعرفها جيداً. أنا أعرف هذه الصورة حقاً. دعيني أذكر نفسي إن كنت لا تمانين. وأنا واثقة بأنك تعرف أن الشيء الذي يساعد العظام كي تنمو وتظل سليمة هو الحليب الذي يأتي من الأبقار. وماذا؟ تعرفين كل هذا لأنك بقرة. أجل، الأبقار تعطينا الحليب وعصير الطماطم. كلا 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 أستاذ غرغور، الحليب فقط. خذ تذوق. والتمارين شيء آخر يساعد عظامنا لتصبح قوية وبصحة جيدة. إنني ذكي لأنني دعوت هذا الحصان الذكي بقرة للتحدث عن العظام. أنا لم أنتهي بعد يا أستاذ، حان الوقت الآن لأؤدي تمريني المفضل. حرك عظامك يا عزيزي، هيا هيا. مو 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 مو، حرك عظامك يا عزيزي. مو مو، حركها يا أستاذ، حرك هذه العظام. عليها، أنا أعترف بأن هذه كانت تجربة مثيرة. حرك عظامك يا أستاذ. لست مهتما بهذا. مو 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 مو، حرك عظامك. انظروا انظروا، لقد قام علمو بقياس هويدا أخيرا. انظروا، أترون هذه العلامة في الأعلى؟ تبين هذه العلامة طول هويدا الآن. بق بق. جيد، وهذه العلامة هنا تبين كم كان طول هويدا حين كانت بيضة صغيرة. بق 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 بق. أجل، لقد كبرت هويدا كثيرا. بق بق. أو وداعاً، قولي وداعاً هويدا. بق 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 بق. مرحبا يا أصدقائي، هل استمتعتم؟ نعم. يا سلام. والآن ماذا سنفعل؟ حان وقت القصة، هيا بنا. مرحبا يا أصدقاء. مرحبا. مرحبا نعمان. مرحبا أمل. لقد اشتقت إليكم كثيرا. اليوم سأقرأ لكم قصة من كتابي عالم القصص. يا سلام. قصة اليوم البطريق النجار. بطريق أشهر نجار في المنطقة، استيقظ بطريق من النوم وأفطر مع عائلته، ثم ارتدى سترة العمل والقفازين والخوذة والنظارة الواقية وحذاءه الأصفر، وحمل صندوق عدته وخرج من البيت. بطريق بطريق، نادى عليه الغراب. من فضلك ابني لي بيتا فوق الشجرة قبل أن تقترب الغيمة وتمطر علي. اقترب بطريق وصنع للغراب بيتا ثم غادر. بطريق بطريق، نادت عليه الخنفساء. لو سمحت أصلح لي أرجوحتي التي كسرها الفيل. اقترب بطريق وأصلح للخنفساء أرجوحتها ثم غادر. بطريق بطريق، نادى عليه الفأر. لطفاً اصنع لي طاولة للطعام، ففي المساء ستزورني الصراصير لنحتفل معاً. اقترب بطريق وصنع للفأر طاولة للأكل ثم غادر. بطريق بطريق، نادت عليه الضفدعة. رجاءً اصنع علاقة ملابس للثوب الذهبي الذي سأرتديه الليلة تحت ضوء القمر. اقترب بطريق وصنع للضفدعة علاقة ملابس. بعد وقت من العمل تعب بطريق وقرر أن يعود إلى بيته ليرتاح. في البيت وضع بطريق صندوق عدته في مكانه الآمن، ثم خلع سترة العمل وعدته الواقية، وبعد أن تناول غداءه مع عائلته خلد إلى النوم.
وفي ذلك الوقت كان صغار الحيوانات في الحقل يلعبون كرة السلة، وبينما هم يلعبون انكسرت العارضة الخشبية فحزنوا. قرروا أن ينادوا العم بطريق النجار ليصلح لهم العارضة. عم بطريق، عم بطريق، نادوا عليه لكنه لم يجب لأنه كان قد نام. وحين لم يتمكنوا من إيقاظه قال ابنه البطريق الصغير: ها هي عدة أبي بطريق، يمكننا أن نصلح العارضة، فأنا أستطيع أن أستعمل هذه الأدوات، إنه أمر سهل. حملوا صندوق العدة وعادوا إلى الملعب. رآهم الببغاء وهو جالس على شجرة السدر فنادى عليهم: هذه أدوات العمل للعم بطريق، واللعب بها خطير جداً. لم يعير الببغاء أي انتباه. حمل بطريق الصغير المنشار، وحملت الفأرة الصغيرة المسمار، وحملت الضفدعة الصغيرة المطرقة. وضعت الفأرة المسمار على الخشبة المكسورة وضربت بالمطرقة. لقد ضربت الضفدعة الشبكة فتمزقت. قال بطريق الصغير: أنا سأصلحها. فضرب بالمطرقة فإذا به يمزق الشبكة أكثر. في تلك اللحظة استيقظ العم بطريق النجار على صوت الضجيج وعاتبهم لأنهم لم ينتظروه حتى يستيقظ من النوم. وحين وعدوه أن لا يقتربوا من عدته مرة أخرى قام وارتدى سترة العمل وأخذ يصلح العارضة والشبكة أيضاً. حين انتهى من إصلاحها لعبوا جميعاً برفقة العم بطريق الذي أدخل هدفاً وكانوا سعداء به. وهكذا تعلم الأطفال أن لا يلعبوا بأدوات النجار. هل أعجبتكم؟ نعم. هذا رائع جداً. هيا يا أطفال، لقد حان الوقت لنقول وداعاً، ولكننا سنعود غداً لنقول افتح يا سمسم.